الصحرايا والخيمة اتنصبت والقمرايا في اللي ضحكت والشمسية معاهم سكتت جوه الكامب كلام وحديد جوه الكامب كلام وحديد وفي وقت قد قطعت حبت ولد على بنا بنانيت وفي وقت قد قطعت حبت ولد على بنا بنانيت خلص وهنرجع البيت. يعني عاوزين تقعدوا حبه كمان؟ ايوه طبعا يا ريت. طب وعد مني المره الجايه نقعد وقت اطول. بس انا فرحانه بيكوا قوي. فرحانه بينا ليه؟ لانه اول ما جينا المعسكر ما كناش مبسوطين قوي زي ما انتم مبسوطين كده النهارده. تيجوا يا اولاد كل واحد فينا يقول هو كان حاسس بايه اول ما جه المعسكر، وكمان نقول اتعلمنا ايه من المعسكر واستفدنا ايه من قعدتنا مع بعض الفتره دي. انا قولي الاول. اتفضلي قطع. انا اول ما جيت كنت بصراحة حران وقرفان وعطشان ومش طايق نفسي خالص، ودلوقتي بقى حاسس اني فرحان قوي لاني اتعلمت حاجات كتير قوي. زي ايه قطع؟ اتعلمت اني اتعاون مع اصحابي واتعلمت من كابتن باسم اللاشة والسبية والعقدة المربعة والاستواكل، حاجات كتير يعني، واتعلمت اهمية المية، دي المية دي نعمة عظيمة قوي 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 قوي. برافو عليك يا أخي. مين كمان يقول لي حاجة استفادها من المعسكر؟ انا بصراحة ما كنتش متوقع اني اول ما اجي هبقى مبسوطة كده، وكنت خايفة وقلقانة ان مخيم في الصحراء، لكن اهم حاجة اتعلمتها اني لازم اتكل على ربنا واكون صبورة في كل معاملاتي. انا مبسوط جدا ان احنا كنا عايشين بنتفاهم ونتعاون مع بعض، ومش متضايق ان احنا ماشيين عشان بعد كده هنتقابل في حتة تانية كتيرة. انا مبسوط ان اتعلمت معنى الشركة وازاي اقدر اتعامل مع اصحابي في موقف كتير. اتعلمت ان انا استفيد من كل حاجة حواليا وان اكون نشيطة وعندي صبر ومحبة للكل.
وانا كمان فرحانه بيكوا قوي، لان كل الكلام اللي انتوا قلتوه ده هو الفايده الحقيقيه من وجودنا مع بعض، اننا نتعلم من بعض ونستفيد من بعض، واهم حاجه نحب بعض. أشكرك يا ربي لأنك اديتني ناس كتير حواليا، خلقت لي مشاعر عشان أحس بيهم ويحسوا بيا. أشكرك يا ربي لأنك اديتني ناس كتير حواليا، خلقت لي مشاعر عشان أحس بيهم ويحسوا بيا. ديني شبه قلبك الكبير، يحس كل ويحب كل من غير تفكير. اديني قلب يكون شبه قلبك الكبير، يحس كل ويحب كل من غير تفكير. أشكرك يا ربي لأنك فهمتني إيه معنى الشركة، شركة فيها اتحاد وقوة، فيها نعمة وخير وبركة. أشكرك يا ربي لأنك فهمتني إيه معنى الشركة، شركة فيها اتحاد وقوة، فيها نعمة وخير وبركة. يكون شبه قلبك الكبير، يحس الكل يحب الكل من غير تفكير. يكون شبه قلبك الكبير، يحس الكل يحب الكل من غير تفكير. انبسطتوا في ركوب الجمال؟ ايوه. انا بقى كان نفسي اركب زيهم. طب وما ركبتش ليه؟ اصلي الجمل خاف مني، لقى فارس داخل عليه فخاف وجري. يا سلام يا سلام، بقى الجمل هو اللي خاف منك برضو؟ طب عيني في عينك كده اهو. هو انا خاف يا الصراحه الصراحه، يعني احنا الاثنين خوفنا من بعض، مش لقاء العمالقه. احساس جميل جدا وانت راكب الجمل. احساس رائع يا وسيم. هو انت ركبت حاجه يا قطر؟ ركبت وانا صغير. الصراحه انا كنت بخاف من الجمل وانا صغيره، بس لما كلكم ركبتوا اتشجعت وركبت. برافو. طيب يا جوي بقى اقعدي معايا شويه
عشان اعلمك الشجاعه في المواقف الصعبه والقوه في وقت الشده. اصلي يا ولاد التعامل مع الجمل دوت له اصول. اكلمكم شويه بقى عن الجمال. لا خلاص اتكلم انت بقى يا انكل فريد ما دام موجود يعني. الجمل زي ما شفنا قطط حيوان بيعيش في الصحراء وبيقدر يشيل احمال تقيله ويمشي بيها مسافات طويله. ايه هي مميزات الجمل؟ من مميزات الجمل ان رجله بتبقى عريضه كده وبيسموها الخف عشان يمشي في الرمله وما تغرسش رجليه، عشان كده بيسموا الجمل سفينه الصحراء. وفي الحر الشديد اللي في الصحراء ده بيشرب ازاي؟ الجمل بتختلف كميه الميه اللي بيشربها على حسب فصول السنه، يعني مثلا في الشتاء ما يحتاجش ميه كتير عشان الجو بيبقى برد، والنباتات اللي بياكلها بتكون نباتات فيها ميه اكتر من النباتات اللي في الصيف. الجمل مثلا ممكن يشرب حوالي 200 لتر ميه، و200 لتر ميه دول مش عشان يخزنهم في جسمه، لا دول عشان يعوضوا الميه اللي راحت منه في الفتره اللي فاتت. يا نهار يا نهار، لدرجه دي الجمال عندها قدره للاستحمال؟ طبعا عندها قدره للاستحمام. قدره للاستحمال يا قطقط، تستحمل يعني. عارفين يا اولاد في قصه في الكتاب اتذكر فيها الجمال؟ كان اسحاق عايز يختار زوجه، فبابا ابراهيم بعت العبد بتاعه عشان يختار له الزوجه دي، وراح العبد بتاعه وقف عند بير ميه وقال كده: يا رب ساعدني وانا بختار زوجه لابن سيدي ابراهيم. وقال ايه؟ الواحده اللي هتيجي واقول لها شربيني تقول لي اشرب وهشرب الجمال بتاعتك كمان، تبقى هي دي الزوجه. ودي كانت مين؟ كان اسمها رفقه، ورفقه دي فعلا راحت للعبد ده وقالت له: اشرب من الميه دي وانا كمان هشرب الجمال بتاعتك. وفعلا رفقه اتجوزت اسحاق في الاخر. اهلا يا كوكو، عايزين نتصور معاكم صوره تذكاريه بمناسبه انتهاء المعسكر. طبعا ليه؟ طيب نقف عندها بس بيت الولاد. يا ولدي يا ولد، تعالوا هذا بيعمل حفله. يا ولدي يا ولد، تعالوا يلا بينا. يلا بقى كويس، يلا تعالي يلا يا ولاد. لا انت وسيوره يمين، ما خليكي قدامي. قربوا يا ولاد، قربوا، ابتسموا بقى. تعالى يا توني هنا، تعالى. خلص بقى يلا، قربي مني كده يا كارول. تعالي يا توني هنا، يلا ابتسامات. أيوة. ثم تصويرات. اهلا بيكم يا اشبال ويا زهرات في محاضره تانية من محاضرات المعسكر بتاعنا. اهلا بيك يا كابتن باسم. فاكرين المره اللي فاتت كده من كام مره لما اتعلمنا اغنيه؟ ايوه فاكر. طيب النهارده بقى هنتعلم اغنيه تانية. ايه تاني؟ تاني اغنيه تانية. حاجه كويسه خالص، اتفضل. يلا، بتحبوا الاغاني؟ ايوه طبعا. حلوه اغاني الكشافه. أيوة. طيب بصوا بقى اغنيه الكشافه دي، الاغنيه دي بتتكلم عن الكشافه وعن ازاي ان الناس كلها بتبقى اصحاب واخوات في الكشافه. فبتقول ايه كلماتها؟ نقرا كلماتها الاول مع بعض، ولو في حاجه مش فاهمينها نشرحها. تمام. بتقول: كشافه حب واخويه، كشافه روحي وعنيه، فيها الصداقه ابديه وروح الخدمه الوطنيه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ مين يساعدني؟ انا ممكن اقول. ماشي يا قطط، قول. يعني الكشافه دي اخويه وفيها روح الخدمه الوطنيه
وكلها خلاص يا قطط، خلاص انت قلت كلام حلو يا قطط، بس ما قلتلناش حاجه زياده. لا احنا عايزين تشرح لنا، مش تقول لنا الكلام اللي موجود. انا كنت بقرا من على السبوره. لا يا جماعه مش عايزين حد يقرا من السبوره، عايزين حد يقرا اللي في السبوره ويشرح لنا هو فهم ايه. مين يشرح لنا؟ كابتن باسم. ممكن انا اقول؟ ماشي اتفضلي يا كوكي. الحته بتاعت كشافه روحي وعينيا. ايوه. يعني احب كشافه من روحي واخاف عليها زي عينيا. برافو يا كوكي، برافو برافو، حلو قوي. فعلا زي ما بتقول كوكي، اول حاجه كشافه حب واخويه، يعني الكشافه كلهم بيحبوا بعض والكشافه كلهم اخوات. كشافه روحي وعينيا، يعني بحب الكشافه زي روحي وزي عينيا. فيها صداقه ابديه، يعني احنا هنا لما بنبقى اصحاب بتفضل الصداقه دي على طول، مش بتخلص ابدا. وروح الخدمه الوطنيه، يعني روح الخدمه الوطنيه كلمه صعبه شويه دي، يعني كل كشاف فينا بيحب ان هو يخدم بلده جدا عشان بنحب بلدنا قوي. تمام، احنا فريق كله احساس، بنحب نخدم كل الناس، شعارنا حب واخلاص في كل بلادنا العربيه. ايدك في ايدي يا اخينا، تعال نعمر اراضينا، نزرعها ورده في جنينه، نطرحها فرحه لبعضينا. الله، حلوه قوي، حلوه قوي اغنيه الكشافه دي قوي. دي مش اغنيه بقى وبس، ده كل كشاف فينا، كل شبي وكل زهرة لازم يكونوا هي دي أخلاقهم وهي دي السلوكيات اللي بيسلكوا بيها. ماشي الكلام؟ ماشي. نسمعها مرة مني ونسمعها كويس عشان المرة الجاية انتوا اللي تغنوها. ماشي؟ ماشي. مش سامع. ماشي؟ ماشي. يعني سامع سنة بس. ماشي؟ ماشي. أيوة كده، خلاص خلاص سمعت. كشافة حب وأخوية، كشافة روحي وعنيا، فيها صداقة أبدية وروح الخدمة الوطنية. هي لاي 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 لاي. احنا فريق كله إحساس، بنحب نخدم كل الناس، شعرنا حب وإخلاص في كل بلادنا العربية. هي لاي 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 نترحى فرحة لبعضينا. هي لاي 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 نقول واحنا نايمين. ماشي يلا نقف كلنا بقى ما دام عايزين تقعدوا، مفيش قعاد. يلا بينا. واحد اتنين تلاته. كشافة حب واخوية، كشافة روحي وعنيا، فيها صداقة ابدية وروح الخدمة الوطنية. هي لاي 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 لاي. احنا فريق كله احساس، بنحب نخدم كل الناس، شعرنا حب واخلاص في كل بلادنا العربية. لاي 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 لاي. ايدك في ايدي يا اخينا، تعال نعمر اراضينا، نزرعها وردة في جنينة، نطرحها فرحة لبعضينا. لاي 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 لاي
نسينا كل حاجه. نقف بسرعه. ايه؟ واحد اثنين نقط. برافو عليكم. جاهزين؟ جاهزين. احسن. يا كوكي وقتقت كده واحنا قاعدين فاضيين ومستنيين اتوبيس، قولولي ايه احلى حاجه اتعلمناها في الكامب ده؟ اقول انا اتعلمنا تنفيذ الاوامر، مش كده يا تانتي دينا؟ قولي قولي يا كوكي. طبعا بصراحه انا عندي مشكله في تنفيذ الاوامر، بس عرفت ان كل حاجه لما بتكون بترتيب صح كلنا بنستفيد. فعلا يا قطر، انا كمان كنت زيكم بنفذ كل الاوامر. الله، حلو قوي ان احنا نكون كلنا زي بعض كده. طبعا يا كوكي، انتوا عارفين في تنفيذ الاوامر كلنا لازم نكون زي بعض. في قصه حلوه قوي سمعتها بتقول عن المعنى ده. كان في مره واحد كاهن عنده ميعاد بس في مكان زحمه قوي، حاول يدور على مكان يركن فيه عربيته ما لقاش خالص، فاضطر انه يركنها في الممنوع. اهو بيكسر الاوامر اهو. استنى يا قطر، ما هو قبل ما يركن العربية كتب ورقة وبيعتذر فيها لشرطي المرور انه ركن العربية في الممنوع. طب وكتب فيها ايه بقى بالظبط بالظبط يا تانت دينا؟ كتب فيها يا كوكي اسمه وانه كاهن الكنيسة وانه عنده ميعاد مهم جدا وانه بيعتذر انه ركن العربية في الممنوع. لكن كمان كتب في اخر الورقة اغفر لنا ذنوبنا. ياه، ده اكيد الشرطي قبل اعتذاره على طول. لا يا كوكي، في المواقف اللي زي دي مش سهل قوي نقبل الاعتذار بسرعه كده. الشرطي لما جه وقرا الورقه احتار قوي ومعرفش يعمل ايه. ايه طيب عمل ايه؟ اقصد يعني عمل ايه؟ عمل له مخالفه يا قطر. يا خبر. وساب له هو كمان رساله، عارفين كتب فيها ايه؟ كتب له ان هو اسف لانه ما قدرش يخالف القانون، وفي اخر الرساله رد عليه برضه وقال له ولا تدخلنا في تجربه. يا نهار، يعني كل واحد كتب في رسالته جزء من الصلاة الربانية؟ دي حاجة غريبة قوي. ما هو فعلا يا كوكي، الكاهن كان بيحاول يستعطف قلب الشرطي ويخليه ما يديلوش مخالفة، لكن الشرطي كمان كان واقع في حيرة، يخاف انه يكسر الاوامر المطلوبة منه ما ينفذهاش فيخسر شغلانته. ايوة فعلا عنده حق، دي حاجة صعبة قوي يا تانت دينا، ازاي هيقدر يحلها دي؟ اوقات كتير قوي مشاعرنا بتكون ملخبطانه ومحيرانه، لكن في الاخر لازم نرجع للاوامر المطلوبه منا وما نخالفهاش ابدا بسبب مشاعرنا. ما هي الصعوبه انه هيكون مكسوف قوي من الكاهن بعد كده؟ لا يا قطر، هو يقدر بطريقه حلوه ومشاعر لطيفه يعتذر للكاهن ويقول له ان هو اضطر انه ينفذ القانون، والكاهن اكيد يعني هيتفهم الموضوع. انا كمان بكون في حيرة لما المس بتاعتي في الفصل بتطلب مني اني اكتب اسامي صحابي في الفصل اللي بيتكلموا وهي برا. طب وبتعمل ايه يا قطر؟ بصراحة من كتر حيرتي مش بكتب اي حد خالص. لا يا قطر، انت كده تبقى غلطان جدا، لان كده مشاعرك خلتك تتلخبط. انت طلبت منهم انهم محدش يتكلم في الفصل، لكن هم كسروا الاوامر دي وما نفذوهاش، يبقوا غلطانين ومفروض تكتب اسمهم من غير اي زعل. خلاص، انا من النهاردة هكتب اسامي اللي تكلموا واللي ما تكلموش كمان، هكتب اسامي الفصل كله. اصحابي، ده الوقت اللي بنقعد فيه مع بعض ونقرا فيه الايميلز الحلوه اللي انتوا بتبعتوها لنا، لكن يا خساره النهارده اخر يوم في المعسكر، وعلشان كده هنتقابل مع بعض اكيد لكن في جو تاني وفي مكان تاني. عشان كده النهارده هلحق اقول اخر 3 ايميلز معايا. معايا النهارده ايميل من ميرا مختار، عندها 10 سنين من اسكندريه، بتقول انها بتحب البرنامج قوي. ميرسي قوي يا ميرا، صدقوني حتى الايميل القصير الصغير ده بيفرحنا قوي، وبنحس انكم مهتمين بالبرنامج ومهتمين انكم تقولوا لنا رايكم فيه. عندنا كمان راني نادي وتريفينا نادي من مصر، بيحبوا البرنامج وبيسلموا على طنط دينا، ميرسي خالص،
وعمو فريد وكوكي وقطر. مرسي قوي يا روني وترفينا، انتوا غالبا اول مره كده تبعتوا لنا. انا مبسوطه قوي انكم بقيتوا اصحاب برنامج كوكي وقطر. مينا حسام من اسكندريه نفسه يبقى صديق للبنات. خلصنا كده الايميلات اللي معانا في المعسكر ده، لكن لسه عندنا ايميلات كتير قوي انا متاكده انكم هتبعتوها لنا. لكن يا شباب هفكركم تاني، اللي يبعت ايميل من فضلكم اكتبوا اسمكم بالكامل، ولو ينفع تكتبوا العنوان كمان بالكامل علشان نقدر احنا كمان نراسلكم او نبعت لكم هديه من البرنامج. دايما تعودنا في كل حلقه بنسال سؤال، والسؤال بيكون من موضوع الحلقه. سؤالنا النهارده، بما اننا النهارده اخر يوم في المعسكر، انا عايزاكم تكتبوا كده براحتكم، اكتبوا لنا كلام كتير عن المعسكر اللي فات ده. على مدار 13 حلقه كنا معاكم في معسكر، قولوا لنا رايكم بصراحه، وقولوا لنا استفدتوا ايه من المعسكر ده. انا متاكده ان كل اصحابي اللي شاركونا المعسكر هنا استفادوا حاجات كتير. انتوا كمان اللي اتفرجتوا علينا في البيت، ايه رايكم في المعسكر؟ اقتراحاتكم في المرات اللي جايه اللي ممكن نعمله علشان يعجبكم اكتر، وايه اللي ممكن كوكي وقطقط يروحوا فين علشان يفرحوكوا وعلشان يقولوا لكم معلومات جديده مفيده. انا فرحانه قوي انكم كنتوا معانا على مدار الحلقات دي، واشوفكم الحلقات اللي جايه باذن الله. لكن برضو ما تنسوش تبعتوا لنا اجابه السؤال على العناوين الموجوده على الشاشه على مدار الحلقه. علمنا يسوع، هو يسوع كان معانا هنا برضو؟ يسوع على طول معانا يا قطقط، بس هو علمنا في تعاليمه في الكتاب المقدس. ايوه ايوه من عارف يا كوكي، طبعا طبعا. فاكره لما مات لعازر يسوع كان زعلان قوي عليه، والكتاب المقدس قال ان يسوع بكى عند القبر. وكمان فاكره وهو في عرس قنا الجليل شارك الناس فرحتهم ازاي يا كوكي؟ وعمل لهم معجزة وحول الماء لخمر، والناس كلها ما كانتش مصدقة، وكلهم كانوا مبسوطين وفرحانين. وفاكرة كمان لما شاف أرملة نايين لما كانت بتبكي على ابنها، والمسيح أقامه من الموت، والست كانت فرحانة قوي. فعلا فعلا، أنا لازم أتعلم أن كل حاجة أقراها في الكتاب المقدس أحفظها في عقلي وقلبي ولساني. برافو يا قطقط، بجد بجد برافو. بس احنا بقى عاوزين قبل ما نبدأ رحلة عودتنا نعمل حاجة مهمة قوي. ايه كوكي؟ ايه مش عارف؟ لا طبعا عارف، بس انا كنت بختبرك، انت عايزة تقولي ان احنا لازم نصلي. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ برافو عليك يا قطقط. ايوه طبعا لازم نصلي ان ربنا يحافظ علينا في رحلتنا واحنا راجعين، ونصلي كمان ان ربنا يجمعنا في رحلات تانية كتير علشان نتعلم منها حاجات كتيرة قوي. وكمان نصلي لكل الناس اللي بتواجه مشاكل في حياتهم. بس كمان ما تنسوش بقى يا صحابي ان انتوا تصلوا القطقط وتصلوا لي انا كمان. بصوا بقى يا صحابي، المعسكر خلص خلاص، بس احنا هنتقابل تاني في مكان تاني. ايه ده ايه ده؟ هنروح مع اصحابنا فين يا قطقط؟ هنروح، تعالي تعالي اقول لك. قول. بس بقول لك ايه بقى، ما تقوليش لاصحابنا وخليها مفاجاه. لا انا هقول لهم بقى. ايه ده، هتقولي لهم ايه يا كوكي؟ هنقول لهم سوا باي باي كوكي وقطط.
كات.